سجلت مملكه البحرين ارتفاعا ملحوظا في اعداد الحالات اليوميه القائمه لفيروس كورونا. نعم، حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيه لها تسجيل 7273 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 57517 حاله. منها 133 حاله تتلقى العلاج في المستشفى و22 حاله في حاله في وحده العنايه القصوى. هذا ولم يتم تسجيل اي حاله وفاه خلال اليوم كما اعلنت وزاره الصحه تعافي 5157 حاله اضافيه ليصل العدد الاجمالي للحالات المتعافيه الى 34711 حاله